أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم فصبر
جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء والله المستعان على ما تصفون.
قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما وشراهم بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون بسم الله والقر اسم ربك وتبدل إليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. صدق الله العظيم.